وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. وإزاي ما نشوفش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ربيع؟ وربيع في الحقيقة هو تقويم القلوب. إذا كان السنة في التقويم الميلادي بتبدأ بيناير، والسنة في التقويم الهجري بتبدأ محرم، لكن إحنا السنة بتبدأ سنة القلوب بربيع. ربيع هو تقويم القلوب، لأن في الحقيقة ربيع لما فهم الناس معنى ربيع حسوا أن الدنيا كلها بتتنسم بأنسام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتنور بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده العالم كله لما بيجي ربيع وكأنه بيتغير معالمه. هنتكلم مع بعض ازاي تغيرت معالم العالم لما حصل وظهر نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للوجود، وازاي الوجود كله تأثرا ينبئ على ان في فتوح وفي انوار وفي بركات هتحصل في العالم كله. ولكن احنا ما زلنا في رحلتنا من رحلة الفرح والسعادة والسرور بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعدن السرور ومعدن النور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كنا لازم نتقابل مع حد من أحبابي اللي هو في الحقيقة نوره وبركته وفضله بيتعلق قلبي بيه كل ما بشوفه وكل ما بجلسه، مع السيد أحمد الطلحي. السيد أحمد الطلحي من أحب الناس إلي، وأنا في الحقيقة لما بروح ناحية الحبيب صلى الله عليه وسلم دايماً بحب أبقى مجلسنا كله مجلس محبة، فلذلك لازم أكون مع أحبابي. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا سيدي. يا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. أستاذي ومولاي حبيب قلبي وروحي. الله يعزك. يعني لي قمة السعادة والهناء والشرف أني أكون في هذا البرنامج المبارك وبين يديكم سيدي للحديث عن الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجزاكم الله عني ألف خير أني خطرت ببالكم وبخاطركم الشريف حتى أجلس معكم. أنتوا ببالنا على طول يا سيد أحمد، أنتوا ببالنا على طول. كرمكم الله سيدي. ومعانا فضيلة الشيخ محمود خليف هيمتعنا ويسعدنا بالإنشاد. سيد أحمد. لبيك. سيد أحمد أنا عايز أسأل حضرتك، ليبيا فيها من الأنوار ما لا يعلمه إلا الله. الحمد لله. وفي من أولياء الله الصالحين ومن الأحب، ولكن أنا عايز أرجع مع حضرتك شوية في الطفولة. نعم. وعلاقة حضرتك بحضرة النبي في المولد، هذه الأبعاد الثلاثة، الطفولة وحضرة النبي والمولد، إيه كان في أبرز الأحداث اللي كانت موجودة في الطفولة وعلاقتها بالمولد؟ الحمد لله رب العالمين، كما قالوا: يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، وأعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيبه ملأ الضلوع وفاض عن أرجائها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. دائما كلما أستمع إلى هذه الأنشودة، أنشودة ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليه، أتذكر طفولتي، كلما شممت الفل والياسمين أتذكر مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. إن شاء الله. لما؟ لأن عندنا عادة في ليبيا أن الناس ترش على في الطرقات الياسمين والفل. في يوم في أماكن تانية بيرشوا المزاهر والموارد. بالضبط. المزاهر والموارد اللي هو الماء اللي جاي من عصارة الوردة أو الماء اللي جاي من عصارة الزهر. تماما مثله يرشون الزهر على الناس ويرشون الورد على الناس والفل عندما يكون مواكب المحبين تخرج من الزوايا ومن التكايا ومن المساجد. لحظة بس، والمواكب بتمشي منين لفين؟ تخرج من الزاوية ويكون لهم خط سير في العاصمة طرابلس ولا في كل ليبيا؟ في كل أرجاء ليبيا إن شاء الله. نعم. الحمد لله. وتختلف المواقيت، حتى انهم يكون في خروج صباحي بعد صلاه الفجر مباشره، في خروج مسائي بعد العصر، بحيث ان ما يبقاش في وقت في اليوم خالص الا والمواكب ماشيه، وكل المدن هكذا. فالناس عندما تمر هذه المواكب من امام بيوتهم يرشونهم بالحلوى اللي هي الملبس، او يسموها حلوى شاكير باللهجه الليبيه. ويرشون عليهم الزهر. يعني ايه حلوى شاكير؟ نوع من انواع الحلوى الليبيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى كما هو في الشمائل. فيرشونها على الناس، وكأننا نعطيكم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. حضرتكم لما متذكر في الطفولة مسألة الحلوى ومسألة والروائح، كلما أشتم رائحة الفل إلى عمري هذا، كلما أشتمه أتذكر تلك الأيام المباركة. يا سلام.
هل حضرتك بتصور ان هم كانوا لماذا يرشون الفل والزهر والورد يعني؟ وكأنها ترسيخ لثقافة لابد أن تكون في هوية الإنسان الليبي وفي هذه الأمة المباركة، أننا مرتبطون بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكل حلو مرتبط به صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكل طيب مرتبط به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى أنا ميزة دكتور عظيمة جدا، كنت أسأل يعني هنا لما وفدت إلى مصر أراهم يشعلون القناديل والفوانيس في شهر رمضان. هذه ليست عندنا في ليبيا، عندنا في ليلة المولد النبوي الشريف. سبحان الله، القناديل والفوانيس تباع في أيام المولد النبوي الشريف. عندنا في بعض القرى في مصر في حاجة اسمها موكب النور، في الريف يجيبوا الجرارات يحطوا عليها كلوبات النور وتمشي طول من اول المغرب لغايه الفجر وهم ماشيين منورين بالكلوبات دي في المولد. هذا يوجد عندنا في ليبيا، يعطى للاطفال الصغار القناديل. فلما سالت الاشياخ والعلماء لماذا، ما الفكره، ما العبره من ذلك، فكلهم اجابوا بايه واحده، وكان الله سبحانه وتعالى اعطاهم هذا التفسير التطبيقي لها على ارض الواقع. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صحيح. فالنور في هذا اليوم جاء، فحتى الاهاجيز الاطفال يعني يغنون عندما يحملون هذه القناديل. وكنت ازعل لو بابا ما جابش القنديل او الفانوس، يعني زي الفانوس عندنا في رمضان، اشكاليه كبيره جدا لكل الاطفال. فهي كانت بهجه عظيمه جدا، رسخت في قلوبنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتحول ثم بعد ذلك الى منهج علمي. لو اذنت لي في كمان في مساله رش الورد والفل وكده، انا متصور ان هم فاهمين ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي هو اللي كان بيطيب الطيب. نعم. طب واحنا عشان نطيب، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم ستنا ام ايمن وغيرها من الصحابيات ان هم كانوا بيطيبوا طيبهم بيطيب بعرق حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانهم بيقولوا ان طيب حضره النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي عشان يتشم، الله، جاي عشان يتعاش. الله. فكل ما تخلي الدنيا مطيبه، وده اللي يخلينا نعرف ليه حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي كان بيغير جو المكان. الله. فلما حضرة النبي يعد في طريق زي كده بلغتنا الحارة كلها، نعم، تطيب. نعم. فلذلك رش الورد والفل والزهر، وكأنهم بيقول لهم يا ريتنا نصل إلى نسمة من نسمات حضرة النبي، وإلى نفحة من نفحات حضرة النبي. وانت عارف حضرتك إن النفحة دايما مرتبطة بالريح الطيبة. نعم. فكأنهم بيقولوا إن اللي بيعيش مع حضرة النبي حياته كلها بتكون نفحات. الله.